لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولاً بأول. في إطار تجويد الخدمات وتعزيز بنك البنية التحتية الرياضية وعطفاً على مقاربة النوع التي تروم فسح المجال أمام العنصر النسوي لممارسة الرياضة في بيئة سليمة، شهدت منطقة درب غلف التابعة لمقاطعة المعارف تدشين قاعة رياضية متعددة الاختصاص لربات البيوت. اليوم كنحاولوا أننا أولاً نفاو بما تم الوعد به. اليوم هذا الجيل الأول من المشاريع، هذه الحصة الأولى كتقدمها هذه القاعة الرياضية المتعددة الاختصاصات الخاصة بربات البيوت. كنعرفوا هذه الشريحة هشة، اجتماعية جد هشة، لهذا فإحنا كان من أولى الاهتمامات ديالنا هو توفير والاهتمام بهذه الفئة هذه. إذن هذه قاعة رياضية بمواصفات عصرية، ولكن كتوفر كذلك على حضانة وكتوفر على واحد الحديقة صغيرة ديال الألعاب باش نمكنوا هاد السيدات وهاد ربات البيوت أنهم خلال الحضور ديالهم باش يجيبوا معهم وليداتهم، لأن هذا خدمة بغينا نقدموها، خدمة أن باكيج، خدمة كاملة. ربات البيوت يعني اللي بغينا نعطيهم واحد شي حاجة اللي تقوى بها، اللي تلقى واحد الإضافة لها باش جيت تحاول تدير شوية ديال الرياضة ودير جميع المسائل اللي غادي متعددة الرياضات اللي غادي تكون خاصة بهاد النساء. والحمد لله هذا إنجاز، أول إنجاز اللي دار في مقاطعة المعارف بالنسبة لهاد القاعة اللي يعني قاعة اللي غادي يكون لها واحد الصدى كبير إن شاء الله، والساكنة ربة البيوت ديال النساء ديال درب غلاف، النساء ديال المعارف ديال البطحة، يعني جميع النساء ديال خاص المقاطعة غيكونوا مستفيدين في هذه القاعة. المعلمة الرياضية والتي تعد سابقة في فضاء الميتروبوليا شهدت حضور شخصيات وازنة وأصحاب صناع القرار والعديد من جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في الميدان. وهذه مبادرة جد جيدة بالنسبة للأحياء الشعبية وبالنسبة للحي ديالنا درب غلف، لأنه داروا واحد القاعة متعددة الرياضات لجميع النساء اللي كيبقاو يشغلوا في الدار وتبقى يخدموا على وليداتهم وتطيبوا. إذا داروا واحد الفراغ كيف يساليوا من الأعمال ديال المنزلية ديالهم كيجيو للقاعة باش يترينيو. وإذا تداروا حتى واحد البلاصة اللي يكونوا وليداتهم الدراري الصغار كيف كتسالي من الأعمال ديالها، من الكوزينة، من الطياب، كتجي هنايا باش كدير واحد التدريب ديالها. وفي نفس الوقت كاين واحد المكان اللي غيجيبوا وليداته الصغار حتى هما يبقاو هما كيف هما يلعبوا كيف هما كيخدموا في لاصال. شكر خاص لكل من ساهم في هذا الفتح هذه القاعه، وبحال قلتي تفكر المراه المغربيه عامه بانها تخرج وتهي تشوف حياتها وتشوف دير تهي رياضه وتساهم. القاعة المغطاة الخاصة بالنساء ربات البيوت بدرب غلف ستفتح مجالا فسيحا للعديد من النساء اللائي يحاولن إيجاد التوازن بين ممارسة الرياضة والنجاح في مهمة رعاية أبنائهن ضمانا لتنشئة أجيال ناجحة، وهي لابنة أساسية في المشهد الرياضي بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.